ليكم في قناة إن يوم. لو دي أول مرة تشوفوني فأنا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. معروف عن كريمة الخفق إن هي بتبقى ناعمة قوي ومش ماسكة نفسها، وممكن إن احنا لما نيجي نزين بيها ما نعرفش إن احنا نتحكم فيها من كتر نعومتها. النهاردة هنعمل حاجة نخلي كريمة الخفق تبقى ماسكة نفسها معانا، ولما نغلف بيها التورتة وندخلها التلاجة خلاص تمسك نفسها بقى كده وتبقى متماسكة وشكلها جميل. عندي نص معلقة كبيرة مية ساقعة ونص معلقة كبيرة جيلاتين بودرة، هقلبهم مع بعض. بس اخد بالي الجيلاتين مش بيدوب، يعني في المرحلة دي احنا كده بس بنخلطه بالمية وهنسيبه على جنب ونكمل الخطوات التانية. عندي كوباية ونص كريمة خفق باردة تكون طالعة من التلاجة وساقعة جدا، هندخل عليهم تلت كوباية سكر بودرة، نص معلقة صغيرة فانيليا. اللي حابب يستعمل اي نكهات تانية بديل الفانيليا مش مشكلة، اللي حابب ان هو يستعمل نكهات فواكه براحتنا عادي. هبتدي اضربها الاول بسرعة هادية شوية، مجرد ما السكر يدوب في الكريمة هعلي السرعة. نستمر في الخفق لغاية ما توصل معانا للقوام ان هي متماسكة بس لسه في نفس الوقت سايلة شوية. هنشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي. اهو ده القوام اللي بقولكوا عليه، هي ابتدت تمسك نفسها شوية بس في نفس الوقت لما بشيلها كده بتقع معايا. هجيب خليط الجيلاتين اللي انا حضرته، شايفين بقى متجلط كده ازاي؟ هو الجيلاتين لازم يوصل للمرحلة دي عشان نعمله صح. هدوبه بقى على حمام مية مغلية، هبتدي ان انا افك واحدة واحدة كده على بخار المية. ياخد معانا وقت شوية بس معلش نصبر عليه، هيفك دلوقتي وهيدوب معايا خالص. هو ابتدى يدوب معايا واحدة واحدة كده، كده داب معايا كله خلاص اهو كله داب.
هنضيف له بقى معلقة صغيرة من كريمة الخفق سايلة، هقلبها معايا وهخلطهم كويس جدا، وبعدين هضيفهم على خليط الكريمة المخفوقة اللي عندي. الخطوة دي مهمة جدا علشان ما يكلكعش معايا في الكريمة، او الاقيه عامل حبيبات صغيرة كده، ممكن ان احنا نحسها واحنا بناكل ان في حاجة يعني بتقرقش كده في الكريمة، فمش هتبقى طعمها حلو، او مش هتبقى يعني الاحساس بيها مش هيبقى حلو. فاحنا لازم احنا نعمل الخطوة دي علشان الجيلاتين يتجانس مع الكريمة ما نحسش بيه. كل اللي نستفيده منه بس ان هو هيخلي الكريمة تجمد معايا وتاخد شكل الكيكة وما تغلبنيش في الاستخدام. ما كترش في الضرب، علشان كريمة الخفق لو كترنا في الضرب هتفصل، وهنلاقيها الزيت بقى لوحده والدسم بقى لوحده، وهتبوظ مننا، مش هنعرف ان احنا نستخدمها. كده نبقى عملنا بالفانيليا. هنعمل بقى مع بعض اللي هي بالشوكولاتة. انا هاخد نص الكمية اللي احنا عملناها دي، هي اللي هكمل عليها الشوكولاتة. هحط لها معلقة ونص كبار من الكاكاو المحلى وهضربها معاهم. ممكن ان انا لو حسيت ان هي قوامها تقل معايا شوية، ممكن ان انا ازود لها شوية كريمة صغيرين جدا، معلقة او معلقتين، عشان بس تعوض فرق كثافة الكاكاو معايا. لكن لو احنا شايفين ان هي كده مناسبة معانا مفيش مشكلة، هنستخدمها زي ما هي كده. انا شخصيا حبيت استخدمها كده وكانت جميله وما فيهاش اي مشكله. برضو مش هنزود في وقت الضرب علشان ما تفصلش معانا. كده اللي بالكاكاو اهي جاهزه عندي، وانا هنا ما زودتش كريمه تاني زي ما قلت لكم، هي ماسكه نفسها شويه، وده بيكون افضل يعني، بيساعد اكتر في الفرد، وبتبقى ماسكه نفسها كده في التعامل. وبكده يبقى خلصت وصفتنا النهارده، واستنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.